المرة الأولى وفي خطوة تصحيحية، الدراما الإذاعية السورية موضوع عناية واهتمام. فعلى هذه الخشبة عاد للفن الإذاعي ألقه بين رواده ومبدعيه. أخت اتماد أعمال ورشة الدراما الإذاعية 70 عاماً من العطاء، والتي امتدت على يومين في مكتبة الأسد الوطنية، حيث خرجت الورشة بمجموعة توصيات في مقدمتها رفع أجور العاملين وتخصيص يوم للاحتفال في الدراما الإذاعية، إضافة لتفعيل دور المحطات الإذاعية في مختلف المحافظات. ورشة عن الدراما الإذاعية أول مرة عم بتصير من 70 سنة، هذا الحكي منيح. المهم أخيرا اجتمعنا، اتفقنا على أن نجتمع دائما مجموعة توصيات تقدم فيها بعض زملائنا الفنانين، ونحن كنقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تقدمنا بخمس توصيات تماما إلى أو خمس مقترحات كي تضم إلى التوصيات من أجل العمل عليها. منا يعني نحكي كثير بهذا الموضوع. لدينا خمس محطات إذاعية مناطقية في سوريا. الخمس محطات بده يكون لها مو بس هذا البرنامج هو إذاعة مشان نحكي نشرات الأخبار ونحكي شيء إعلامي ومتخصص، لا، خلينا نفوت نحن على توطين الدراما الإذاعية بالمحافظات، خلينا نحط كتل مالي، والسيد الوزير وافق مشكورا على هذا الموضوع. تضمن الحفل عروضا إذاعية سمعية شارك فيها نخبة من الممثلين الإذاعيين لأهم الأعمال الإذاعية والإنتاجات والتمثيليات التي خلدت في ذاكرة كل سوري. مساء جميل. خدم الأداني والضبط إفادته وجيب الوراء حتى حول عمياء العمل. الورشة كانت حلم عنا نحن، أنه هي منبر نبث من خلاله همومنا ومشاكلنا ككتاب وكفنانين وكإعلاميين بمجال الدراما الإذاعية. الدراما الإذاعية تقريبا هي همشت بذاكرة الناس، مو كل الناس طبعا، بعض الناس. الورشة هي كانت هي إضاءة عليها، هالإضاءة هي ممكن قد تعيد إلها الألق وتعيد إلها الحيوية والحياة. بالنسبة لنا للقائمين على الدراما الإذاعية كانت أجورنا بخسة. هالمنبر هذا رفعنا صوتنا وطلبنا بزيادة الأجور وطلبنا بأنه يكون أمورنا أحسن من ما كانت عليه سابقا، والحمد لله تمت الاستجابة. هاي خطوة كتير جبارة، هاي من 70 سنة ما نعملت، يعني على الأقل نحن المخرجين ونحن بالإذاعة ما اجتمعنا مع بعضنا هالاجتماع هذا، والممثلين ما اجتمعوا، وأهم من هيك أن كرم الناس اللي الدراما الإذاعية قامت على كتافهم، هذا كتير كتير مهم وأنا معه. الدراما الإذاعية ما تراجعت أبدا، ودائما في كل سنة في أو في أي مهرجان عم تحصد الجوائز، والدليل أنه هلأ رح نعمل عدة مشاهد من برامج وكلها أخذ جوائز في مهرجان الغدير الأخراني. من 6 أشهر وجاية الإذاعة مثل الإذاعة القديمة، مثل الإذاعة قبل 30 سنة، لأنه أنا اشتغلت بالإذاعة كان عمري 9 سنين. بقى هلأ عم شبه الإذاعة من زمان، لأنه كانوا البرامج كله توجيهي. هلأ هات إيدك والحقني، ما في توجيه، هات لنزيع بس. لكن الحمد لله اللي قائم على العمل الأستاذ باسل يوسف عم ينتقل النصوص الظريفة، النصوص الموجهة للإصلاح، لكل شيء، والحمد لله يعني بخير كتير الإذاعة. اختتم الحفل بتكريم 19 من رواد ومبدعي دراما الإذاعية، ممن حفروا بأصواتهم وأدائهم وكتاباتهم ذاكرة سورية سمعية لا تمحى.